السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة، نناقش اليوم استمرار تعمد استهداف الاحتلال للمستشفيات ومراكز الإيواء بالتزامن مع الحديث عن تصاعد حدة الغضب العالمي ضد أمريكا وبريطانيا من جراء دعمهما اللامشروط لإسرائيل وتعطيل أي قرار أو أي قرار لوقف إطلاق النار. مشاهدينا، سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من إسطنبول عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني بشار شلبي، وكذلك عبر سكايب من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور إبراهيم أبو جابر، وعبر سكايب أيضا من طول كرم الصحفي الفلسطيني معين شديد. بعد قليل نبدأ هذه التغطية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه التغطية. ولعل البداية تكون معك دكتور إبراهيم أبو جابر، يعني في اليوم 135 للحرب على غزة، تواصل قوات الاحتلال قصف مناطق عديدة في القطاع على رأسها رفح وخان يونس جنوبي القطاع. السؤال هنا، ما الهدف من استمرار قصف المدنيين في الجنوب تحديدا؟ نعم، بداية تحية لك وللإخوة الضيوف وللمشاهدين والمشاهدات جميعا. أهلا بك. نعم، الصحيح أنه العدوان الإسرائيلي قطع 135 يوم على الفلسطينيين في غزة، ولاحظنا منذ اليوم الأول أن القوات الإسرائيلية تدفع بالفلسطينيين، يعني بالمواطنين الفلسطينيين هناك العزل نحو الجنوب، إلى أن حصرتهم الآن تقريبا في أقصى جنوب قطاع غزة، أي على الحدود المصرية في كما نعلم محافظة رفح. نعم، محافظة رفح. فالهدف واضح من السياسة الإسرائيلية هذه التي يعني ملطخة بالدماء وبالمجازر وبالدمار، هو حمل الفلسطينيين على مغادرة وطنهم. يعني القصد هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. واضح جدا أن هذا الأمر سيكون إلى سيناء، إلى جمهورية مصر العربية، أو أنه هناك محاولات أخرى لثني الكيان الإسرائيلي عن هذه السياسة وهذه الاستراتيجية، من خلال أيضا أنه تجميع الفلسطينيين النازحين من الشمال ومن الوسط إلى منطقة المواصي الفارغة طبعا كما نعلم، وإكمال إسرائيل لعدوانها على مدينة رفح. لكن في الدرجة الأولى الهدف من تجميع ودفع الفلسطينيين نحو الجنوب هو تهجيرهم، وهناك من نادى بذلك، يعني مثل بن غفير وسموتريتش وغيرهم من السياسيين الإسرائيليين المتطرفين، إلى أنه هذه فرصة للطرف الإسرائيلي. يعني هو كما قال بن غوريون بعد 48 عندما زار صفد ومر منطقة الشاغور ونظر من نافذة السيارة وقال ما هذه القرى؟ قالوا له هذه قرى عربية. قال لماذا تركتوهم؟ إذن هناك سياسة ممنهجة إسرائيلية، وهي ضمن المشروع الصهيوني العالمي بتهجير وتفريغ الأرض من أهلها الأصليين الذين هم الشعب الفلسطيني. نعم، الآن نشرك بحديثنا عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ بشار الشلبي، ضيفي عبر سكايب من إسطنبول. أستاذ بشار، يعني من بداية العدوان المستمر على غزة والحرب الموسعة التي يخوضها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في القطاع، حدد الاحتلال حينما بدأ هذه الحرب مناطق سماها بالآمنة، أو أنها يعني تعتبر مسموح بها أن يتوجه إليها عموم المواطنين، وادعى أنه فتح ممرات آمنة، ناهيك عن عمليات قصف أفواج من المواطنين الذين سلكوا تلك الممرات ولم تكن آمنة كما زعم الاحتلال. الآن وبعدما اجتمع ما يزيد عن 1,200,000 فلسطيني في رفح، ما الذي يريده الاحتلال من المدنيين؟ ألم يكتفي من الدم المدني؟ ألم يكتفي من دماء أبناء غزة؟ تفضل أستاذ بشار. تحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الأعزاء، وتحياتي
في قطاع غزة وفلسطين في كل فلسطين. الاحتلال منذ أن تعرض إلى الإهانة في 7 أكتوبر وتقويض هذه الدولة الوهم، هذه الأوهام التي 75 عام تسوق على شعبنا الفلسطيني وعلى العالم بأنه يملك الجيش الذي لا يقهر والأكثر أخلاقية والتكنولوجيا المتطورة والقدرات الاستخبارية وإلى آخره، يعني المشروع رقم واحد للنظام الغربي، فتم تقويضه على أيدي يعني 1000 أو 1200 من المسلحين من أبناء حركة حماس وكتائب القسام خلال 3 ساعات. فالآن هذا المشروع يتم تقويضه منذ 7 أكتوبر فعليا، وتلقى طعن نجلاء وفي مقتل، وهو منذ تلك اللحظة إلى الآن لا يعرف ماذا يريد. هل يريد الانتقام فقط؟ هل يريد أن يبني على الحرب هذه عملية تهجير واسعة تنسجم مع الرواية أو الرؤية الصهيونية التي تريد أرضاً بلا شعب على الإطلاق؟ نعم. هل أن يستعيد هيبته أمام العالم وأمام المنظومة العربية الإقليمية، وهذه الهيبة التي كسرت وشوهت واهتزت بسبب 7 أكتوبر؟ هل يريد أن يفكك حركة حماس كما قال؟ هذه الأهداف المجتمعة التي تحدث عنها مباشرة أو ضمناً بعد 135 يوم لم يحقق منها الاحتلال، بل بالحقيقة أن الاحتلال مع استمرار مجازله واستمرار الإجرام غير المسبوق في الخطاب واللغة وفي الأداء العسكري غير الأخلاقي على الإطلاق والوحشية غير المسبوقة، بدأ يخطر استراتيجيا، وبدأت الضغوط عليه تأتي من الغرب نفسه من خلال الشوارع الشعبية التي تضغط على حكوماتها، خصوصا في أمريكا وألمانيا ولندن وباريس وإسبانيا وغيرها. نعم. الآن هذه الضغوط تحولت إلى يعني كابوس على الاحتلال. هو لا يريد أن يتراجع لأنه لم يحقق شيئا، وبنفس الوقت استمراره يعني ضغط عليه وعلى الدول الداعمة له، وخاصة مع الانتخابات الأمريكية، حالة إرباك كاملة، بالإضافة إلى الأزمات الداخلية والانقسامات بين الشعب والحكومة، عفوا بين الجيش والحكومة، بين الحكومة والمعارضة، بين المكونات الحكومية. كل هذه الأزمات تجعل الاحتلال يختار طريقا أسهل، وهي استمرار المجزرة واستمرار القتل واستمرار الإجرام، بحيث يكون السلم الذي يمكن أن ينزل عنه الاحتلال هو دماء الشعب الفلسطيني، دماء الأبرياء، المستشفيات، مراكز الإيواء، المدارس، الأطفال في قطاع غزة. الصورة مجملها تعنت صهيوني، تعنت نتنياهو لاستمرار هذه المجازر، لا بل توسيعها ما استطاع إلى ذلك السبيل. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ بشار. نشرك بحديثنا معنا الآن من طول كرم الصحفية الفلسطينية معين شديد، ضيفي عبر الهاتف. أستاذ معين، يعني قبل أن نخوض أكثر في أو نذهب بعيدا في هذه الأسئلة، فيما يتعلق بموضوع القصف الصهيوني المتواصل ضد المدنيين في عموم جنوب غزة بما في ذلك رفح، أبرز ما توقفت عنده من رصدك لبعض التصريحات وبعض الآراء، بغض النظر عن ما يمكن أن يكون صدر مثلا من مواقف في الضفة، لكن بشكل عام أكثر ما لفتك كصحفي من تصريحات تتعلق بما يمكن أن يحصل برفح حال قام الاحتلال بهجمة برية موسعة وما يمكن أن يؤدي إلى كارثة حال حصل. تفضل أستاذ معين. حقيقة ما يبدو من تصريحات من قبل قادة جيش الاحتلال وجنود الاحتلال ومن أساسة الاحتلال أو بالأحرى عصابة الاحتلال التي تحكم هذه الدولة، هو استمرار الحرب على أهالي قطاع غزة بشكل عام وعلى الشعب الفلسطيني أيضا بشكل عام وعلى أهالي رفح بشكل خاص. يعني نتنياهو بكل وقاحة يخرج بالأمس أن يعتبر أن عدم الخروج والدخول إلى رفح هو انتصار لحركة حماس وللمقاومة الفلسطينية، فبالتالي هناك إصرار على من هذا العدو
على استمرار حربه، حرب الإبادة التي يشنها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة. نعم. إضافة إلى التصريحات التي صدرت عن قادة جيش الاحتلال والتي تقول أن المعركة والحرب ستستمر حتى خلال شهر رمضان، والكل يدرك معاني شهر رمضان المبارك لدى أبناء شعبنا ولدى المسلمين في كافة أنحاء العالم. فبالتالي ما يعني ما يثير الانتباه هو هذه التصريحات وهذا الاستمرار بحرب الإبادة والاستمرار بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، معتقدا نتنياهو أنه بإمكانه من خلال القصف العسكري على أبناء شعبنا في غزة وعلى المقاومة يمكن أن تخفض المقاومة سقف مطالبها بخصوص التوصل إلى هدنة والإفراج عن أسرى فلسطينيين كانت تصفهم إسرائيل بأنهم من أخطر الأسرى، وأيضا وقف وانسحاب العدوان والاحتلال بكامل قطاع غزة. فبالتالي واهب هذا المحتل وواهب نتنياهو وعصابته، حقيقة هي عصابة تدير هذه الدولة على رأسها نتنياهو وسموتريش وابن أخير، وللأسف يعني غالبيا من الشارع الإسرائيلي حتى اللحظة تؤيد استمرار العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة، ولكن تطالب نتنياهو رغم المطالبات باستقالته، لكنه تطالب بإعادة الرهائن والأسرى من قطاع غزة. فبالتالي هو الإصرار الإسرائيلي على مسلسل القتل واستهداف شعبنا بشتى السبل المتاحة، هذا ما يعني ما يثير الكل، وأيضا ما يلفت نظر الجميع، خاصة نتحدث عن رفح التي بها أكثر من نصف سكان غزة، نتحدث حوالي 2 مليون بني آدم من أهالي قطاع غزة هم داخل هذا المربع، مربع رفح الفلسطيني. نعم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا الصحفي الفلسطيني معين شديد. من جديد أعود إليك دكتور إبراهيم، يعني الاحتلال قصف صباح اليوم مستشفى الأمل بخان يونس، ووزارة الصحة أكدت خروج مجمع ناصر الطبي من الخدمة. هل يريد باعتقادكم الاحتلال تكرار سيناريو شمال غزة بقصف البنية الصحية في الجنوب؟ وإن كان الأمر كذلك، فكيف تتخيل أن يكون شكل التداعيات حال قام الاحتلال بهذه الخطوة؟ كما تفضلت، هو نفس السيناريو الذي حصل في مستشفى الشفاء وباقي مستشفيات شمال القطاع، سيتكرر في مدينة خان يونس، وكذلك الحال في مدينة رفح، إلى كما يرى نتنياهو أن ينهي الحرب في رفح أو محافظة رفح. لكن دعني أخي الكريم يعني أعرج على نقطة أخرى، يعني أنه كما نلاحظ يعني على شاشات الفضائيات أنه يتم التركيز دائما على نتنياهو وحكومات حكومة إسرائيل الفاشية الحالية العنصرية طبعا كما نعلم، لكن نحن نغفل يعني لربما عن قصد أو عن واضح عن قصد والله أعلم دور الأنظمة العربية الرجعية فيما يحصل. يعني ما أين هي الدول العربية؟ أين الأنظمة العربية؟ لماذا لم يستخدم العرب الأوراق التي يمتلكونها في مواجهة هذا العدوان، هذا الاحتلال الغاشم على القطاع، والذي يعني كما أدانته يعني الدول الغربية، لأن بعض الدول الغربية الكبرى موقفها بدأ يتغير من العدوان على قطاع غزة من خلال بسبب المجازر الجماعية وبسبب انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما نعلم، حتى أن الأمر وصل إلى المحكمة العدل الدولية في لاهاي التي عجزت حقيقة، وهذا الكلام يجب أن نقوله بكل وضوح، عجزت عن اتخاذ قرار بالمطالبة ووقف إطلاق النار أو وقف الحرب أو العدوان على قطاع غزة. ويبدو أن هذا الأمر يندرج من خلال صفقة حصلت داخل أروقة المحكمة هناك بين القضاة، على أنه فعلا يتم الاستغناء عن بند وقف إطلاق النار والحرب مقابل البنود الأخرى الواهية التي لم ترتقي إلى مستوى مطالب الشعب الفلسطيني. أظن أنه في هناك مؤامرة إقليمية دولية على رأس الشعب الفلسطيني، كانت ولا تزال منذ قبل 48، منذ العام 1917 ولا تزال مستمرة فصولها إلى اليوم وإلى الغد أيضا. والدول العربية أنا لا أبرئها من هذه المؤامرة
من غربها إلى شرقها. هذا السكوت، هذا الصمت القاتل على ما يحصل، وعدم استخدام أوراق الضغط التي يمتلكونها في وجه أمريكا، لا أقول الكيان الإسرائيلي، كان الإسرائيلي يرى أنه يدافع عن نفسه وعن شعبه وعن مواطنيه كما يدعي زورا كما نعلم، لكن يجب استخدام هذه الأوراق في وجه الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في الدرجة الأولى. لأنه تهديد المصالح الغربية والأمريكية، هذا الأمر هو لربما الذي يأتي بثمرة بنتيجة، ولكن أن نبقى دائما يعني نلقي اللوم على نتنياهو وحكومة نتنياهو إلى متى؟ يعني هذا الرجل يدعي أنه يدافع عن شعبه وعن سيادة بين قوسين كيانه، وكما لاحظنا الدول الاستكبار العالمي وقفت إلى جانبه منذ اللحظة الأولى، أقول للأسف. كما وقف إلى جانب نتنياهو الكثير من الدول، ترى أنه من حق الشعب الفلسطيني أن تقف إلى جانبه الدول الشقيقة؟ أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور إبراهيم. من جديد إليك أستاذ بشار، يعني الأمين العام للأمم المتحدة أستاذ بشار في كلمته التي ألقاها في مؤتمر ميونخ للأمن وصف مستوى الموت المتواصل في قطاع غزة ضد المدنيين هناك، وكذلك وصف الدمار في غزة بالمشهد الصادم. السؤال هنا، إلى أي مدى مثل هذه التصريحات يمكن لها أن تحرك المجتمع الدولي بحيث يعمل بشكل فعلي على وقف مسلسل المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة؟ هو الحقيقة أن الذي حرك الأمين العام للأمم المتحدة لمثل هذه التصريحات وتصريحات أخرى أممية تتعلق برفض وصف حركة حماس بأنها إرهابية واعتبارها حركة سياسية تقاتل من أجل التحرر، وتصريحات أخرى كثيرة، الذي دفع المجتمع الدولي إلى مثل هذه المواقف هو أمران. الأمر الأول مرتبط بصمود المقاومة رغم فائض القوة الهائل للكيان الصهيوني والفرق الهائل في القوة، استمرار المقاومة وما فعلته في 7 أكتوبر الذي يجب أن لا ننساه مهما حصل بعده، لأنه طرق رأس العالم وأيقظه من الوهم الذي فرضته عليه الإدارة الأمريكية والمشروع الغربي عندما تقدم ببناء الكيان الصهيوني ليكون قدما متقدمة له في المنطقة، وسوقه بالأكاذيب والخدع. 7 أكتوبر طرق رأس العالم وأيقظه وحول القضية باتجاه التفكير المنطقي. أما الأمر الآخر وهو المهم جدا، حجم المجازر الصهيونية، المجازر على الأرض وفي الميدان، والمجازر أيضا في الخطاب الشوفيني، الخطاب النازي المتوحش الذي لا يمكن لأي إنسان يحترم نفسه أو يحترم القانون أو يحترم العقل أن يقبل بها مهما كانت الظروف. الصدمة التي حاولت الولايات المتحدة أن تفرضها على العالم في 7 أكتوبر ليقدد كالببغاء خلفها كل ما تقوله حول المجازر المدعاة وحرائق وحريق الأطفال واغتصاب النساء وكذا، كلها في لحظات بسيطة عادت ليظهر أنها عبارة عن خدع وأكاذيب، واستعاد العالم جزءا ولو بسيطا من عافية الإنسانية والأخلاق. لكن الشارع الغربي بشكل أساسي والشارع العربي والإسلامي، أقول الشارع، استطاع أن يفرض نفسه على الأرض في أمريكا، في لندن، في إسبانيا، في ألمانيا، وضغطت هذه الحراك على أمريكا فعلا، خاصة مع اقتراب الانتخابات وتهددت الحالة الديمقراطية في أمريكا، وشخص الرئيس بايدن تهدد فعلا بأنه سيفقد موقعه في حال لم يضغط على الكيان الصهيوني، وحاول أن يخدع العالم بأنه يضغط على الكيان الصهيوني. ما أريد أن أخلص إليه أن المجاد والوحشية الصهيونية من جهة، وصمود الشعب الفلسطيني والمقاومة من جهة أخرى، فرضت على العالم أن يتناول خطابا مختلفا، يتخذ مواقف مختلفة، ومن ضمنها أن محكمة العدل الدولية لأول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني يتم جلبه إلى صندوق الاتهام، حتى ولو لم يكن هذا بالمستوى الذي يريده الشعب الفلسطيني أو يريده الأحرار في العالم. من جديد إليك أستاذ معين، يعني وكالة رويترز نقلت عن أنتوني بلينكين أن هناك جهودا عربية لإصلاح السلطة الفلسطينية. السؤال هنا، هل الحديث عن إصلاح السلطة وإقامة دولة هل يمكن أن يجد له مؤيدين في مجلس الحرب الصهيوني الحالي الذي يقوده نتنياهو؟
يعني بالمناسبة في آخر الأخبار الواردة من دولة الاحتلال أن الكل الحكومة والكل حتى المعارضة ما يسمى بالمعارضة الإسرائيلية ترفض فكرة إقامة دولة فلسطينية كما قالت من طرف واحد. هذا هو وعد أمريكي أعتقد، هذا يعني هي ضمن الجهود التي يقوم بها بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة، نتحدث عن 6 إلى 7 جولات منذ عدوان الاحتلال على غزة بالطوفان الأقصى، قام بجولات مكوكية بين العواصم العربية وزار دولة الاحتلال وزار الأراضي الفلسطينية، زار دول الخليج، زار مصر، فبالتالي زار الأردن. يعني بالتالي هناك كان وعد أمريكي لأنه إذا انتهت هذه الحرب فسيكون هناك أفق سياسي يتمثل بالإعلان عن إقامة دولة وليس بخروج دولة فلسطينية أو ولادة دولة فلسطينية، هو فقط مجرد إعلان. ووضعت العديد من الاشترافات من بينها إصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك، وجاء الرد الفلسطيني من السلطة بأن أي إصلاحات يتم الحديث عنها هي من منطلق فلسطيني وليس من منطلق أن تفرض من أمريكا أو من دول أخرى. فبالتالي أعتقد أن هذا المشروع يعني هو بمثابة ذر الرماد في العيون، وكلنا يتذكر ما هو مصير أوسلو بعد هذه السنوات الطويلة. كان من المفترض أن تقام دولة فلسطينية مستقلة منذ سنوات طويلة، والاحتلال يماطل بتنفيذ أي اتفاق يتم التوافق عليه أو الاتفاق، حتى ما يعلن الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر من قرارات لا يلتزم بها، فقط هو يلتزم بقرارات التي تستهدف الشعب الفلسطيني ووجود هذا الشعب الفلسطيني. فبالتالي نتحدث عن محاولات يائسة إن لم يكن هناك يعني إصرار وتأكيد من كافة دول العالم والضغط على هذا المحتل للإقرار بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، فلن يكون هناك أي دولة فلسطينية قابلة للحياة. إسرائيل ربما تعطي كانتونات هنا وهناك وتسمح لأي سلطة موجودة على الأرض بتسميتها ما تشاء، ولكن الوضع الأمني والحصار سيبقى مفروض، وأيضا الاهتمام بالمعايير والموارد الطبيعية سيبقى بيد الاحتلال. فبالتالي من الصعوبة التعامل مع مثل هكذا تصريحات ما دامت ليس حبرا على ورق، حتى هي مجرد تصريحات تخرج من أفواه المسؤولين الأمريكان. من جديد إليك دكتور إبراهيم، يعني بحسب وزير الطاقة في الكيان المحتل إيلي كوهين فإن حكومته تفضل عدم التوصل لاتفاقيات سلام إذا كانت ستؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، ما مدى قبول هذا الصوت في الكيان المحتل بحسب متابعتكم؟ الزميل الشديد انه هذه هي السياسه الاسرائيليه وهذه هي الاستراتيجيه الاسرائيليه، هي رفض اي حديث عن دوله فلسطينيه في الضفه الغربيه وقطاع غزه على حدود 67. هذا الامر الى جانب انه الطرف الاسرائيلي وتحديدا نتنياهو الذي كما يبدو سيبقى في سده الحكم الى الله اعلم الى سنوات قادمه، انه يبني ايضا على الانتخابات الامريكيه ونتائج الانتخابات الامريكيه التي كما يبدو ستفرز ترامب مره اخرى كرئيس للولايات المتحده الامريكيه بدلا من بايدن. فاذا كانت هذه سياسه الحزب الديمقراطي برئاسه بايدن الذي جاء يعني مسرعا الى تل ابيب وعانق نتنياهو واعطاه ما يحتاج من السلاح والعتاد و الأدوات الأخرى التي لا نعلمها العسكري، يبدو أنه ترامب هو صاحب الفرصة الذهبية للفوز في الانتخابات. وإذا فاز ترامب في الانتخابات الأمريكية فهذا يعني أن مسألة ضم الضفة الغربية مدنيا للطرف الإسرائيلي هي مسألة وقت فقط، إضافة إلى أنه أيضا السياسة الأمريكية في فترة ترامب ستختلف 180 درجة تقريبا يعني إلى صالح الطرف الإسرائيلي أكثر مما هو عليه الآن، وهذا الأمر ليس في صالح الفلسطينيين. إذن مسألة الدولة الفلسطينية أظن أنها بعيدة
إن لم يتحرك النظام العربي، إن لم تتحرك الأنظمة العربية بكل ما تملك من أوراق قوة نعلمها ولا نعلمها، طبعاً في هناك أوراق لا نعلمها، إن لم تتحرك الأنظمة العربية وتهدد بمقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية وقطع العلاقات معها، يعني استخدام الدبلوماسية ومنع تصدير البترول إلى العالم الغربي وإلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً، وأوراق ضغط أخرى لا أريد أن أذكرها، عندها لربما تفكر أمريكا بشكل عملي في موضوع إقامة دولة فلسطينية. أما ما يتحدث به ترامب هذا فهو ضر للرماد في العيون فقط، هي ضريبة كلامية لا أقل ولا أكثر، كما هو خطاب نتنياهو في جامعة بار إيلان عندما وصل إلى سدة الحكم. هذا كله كلام فارغ، وعلى الفلسطينيين أن لا يثقوا بكلام بايدن والسياسة الخارجية الأمريكية الحالية، هي تريد أن تبقى وتحافظ على مصالحها مقابل أن تعطي الطرف الإسرائيلي نفساً أطول لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة أيضاً. بالحديث عن المجتمع الدولي ومؤسساته أستاذ بشار، يعني مندوبة أمريكا في مجلس الأمن في خطوة استباقية قالت إنها لن توافق على مشروع القرار الجزائري لوقف إطلاق النار في غزة، بما تفسر هذا التصريح في وقت تتحدث واشنطن عن ضرورة حماية المدنيين؟ الأمر منسجم تماما مع الموقف الأمريكي، أقصد أن الالتزام الأمريكي بالمشروع الصهيوني التزام عابر للأحزاب وعابر للحكومات وعابر للأشخاص. هناك خلافات على مستوى الإدارة بين بايدن ونتنياهو، بين الإدارة الديمقراطية الأمريكية وبين هذه الحكومة الأشد تطرفا يمينية صحيح، لكن على مستوى الأمر بالمشروع هناك التزام مستمر لم تتراجع عنه أمريكا لحماية الكيان الصهيوني، لضمان تفوقه، للسماح باستمرار الإجرام الصهيوني حتى تتحقق الأوهام التي أطلقوا عليها بأنها أهداف. هنا يجب أن ننتبه أن مستوى العلاقة الأمريكية الصهيونية إذا انتقلنا منه من مستوى الأشخاص والحكومات إلى مستوى المشاريع العميقة، فالالتزام واحد ترامب أو بايدن، ديمقراطيين أو جمهوريين، أشخاص أو مؤسسات، هذا غير مشكوك فيه على الإطلاق، وهذا هو الذي تعبر عنه السياسة الأمريكية اليوم. بينما الخلافات هي في الحقيقة على إدارة هذه المعركة، لأن الإدارة الأمريكية وكثير من المعارضة الإسرائيلية نفسها ترى أن حكومة نتنياهو واليمين المتطرف يدير الأمور بحماقة قد تودي بالمشروع الصهيوني وتعرضه إلى أن يسقط في المنظومة الدولية كلها، ولذلك الخلاف على مصلحة هذا المشروع الصهيوني والخلاف على ضمان تفوقه والخلاف على ضمان استمرار تقبله من المجتمع الدولي، وليس حسب النظرة النازية المتوحشة التي يمثلها بدون أي رتوش بن غفير وسموتريتش وأيضا نتنياهو. اليوم ملخص المشهد الذي رأيناه منذ 7 أكتوبر في نقاط مختصرة جدا، أولا أن 75 سنة من الوهم كشفها 7 أكتوبر، بمعنى الشعب الفلسطيني قادر على أن يحرر أرضه وقادر على أن يستعيد كامل الأرض الفلسطينية من الاحتلال الصهيوني. اثنين، أن العالم، كل العالم استطاع أن يكشف عن زيف هذا الكيان وادعاءاته، وتحركت الشعوب وتحركت مؤسسات مختلفة وتحركت زعامات مختلفة باتجاهين، الاتجاه الأول إدانة الكيان الصهيوني وأفعاله وتجريمها، والاتجاه الثاني التشكيك العميق بالمنظومة الدولية التي فشلت في حماية الدم الفلسطيني، في حماية دماء الأطفال. أما الرسالة الثالثة المهمة أنه طفى على السطح بدون أغشية، بدون مزينات، بدون تجميل، حقيقة الكيان الصهيوني كدولة عنصرية لا يمكن القبول، لا يمكن احتمالها، لا يمكن التعامل معها، ليس في المنطقة بل في كل العالم. ما يجري رغم ألمه ورغم المجازر ورغم الكارثة التي تصيب قطاع غزة والتي تصيب أهلنا والتي لا يحتملها بشر، رغم ذلك ما يجري هو في صالح القضية الفلسطينية، في صالح التحرير للأرض الفلسطينية كاملة. الآن نتابع هذا التقرير وثم نواصل هذه التغطية، ابقوا معنا.
نواصل مشاهدينا الكرام هذه التغطية. حرب غزة تتواصل، الحرب التي يخوضها الاحتلال الصهيوني ضد كل ساكن ومتحرك، ضد كل مدني ومن يواجهه بسلاح بدائي بسيط. هذه الحرب تدخل شهرها الخامس وما زالت متواصلة، في حين العالم، كل العالم، لا يزال عاجزاً عن فرض قرار بوقف إطلاق النار نصرة لكل المظلومين ولكل المعتدى عليهم، أصحاب الحق، أصحاب الأرض المعتدى عليهم، الذين يواجهون بسياط العالم، كل العالم، كما لو أنهم هم المغتصب للأرض لا المسروقة منه أرضه عنوى. إذا ما أراد الفلسطيني أن يسترد حقوقه يجد العالم لا يصم أذانه فقط، وإنما يناصر جلاده عليه. هذا العالم الذي يواصل تشدقه بحقوق الإنسان للأسف. من جديد إليك أستاذ معين شديد، يعني صحيفة إسرائيل لها يوم العبرية قالت إن الأمريكيين سوف يعترفون من جانب واحد بالدولة الفلسطينية، في حين سيعترض الاحتلال وسيعلق الاعتراف حتى تتم مفاوضات مباشرة. هذا السيناريو أستاذ معين إلى أي مدى يعني أن هناك قبول ضمني من قادة الاحتلال بنشوء دولة فلسطينية أو ولادتها؟ تفضل. دولة فلسطينية بكل ما في الكلمة من معنى، دولة فلسطينية قابلة للحياة، دولة فلسطينية مستقلة، دولة فلسطينية ذات سيادة، دولة فلسطينية بكل ما تعني كلمة دولة من معنى في القاموس السياسي الدولي، لن تسمح به إسرائيل في ظل المعطيات الحالية على الأرض. إسرائيل تماطل، إسرائيل يعني كما ذكرت قبل قليل يمكن أن تعطيك، تسمي أي اسم لأي دولة فلسطينية قد يتم الاعتراف بها، ولكن تحت مظلة الشروط الإسرائيلية. العقلية الصهيونية قائمة على الاستيلاء على الأرض، على الاستيلاء على الشعب، على الاستيلاء على الموارد، فلن تسمح، ستعتبر أي دولة تقام بجانبها هي تهديد لها ولسنوات طويلة. فبالتالي مهما اعترفت الولايات المتحدة ومعها العديد من دول العالم بهذه الدولة، حقيقة إن كانت وفق المواصفات الإسرائيلية، ولا أعتقد أن الأمريكان سيخرجون عن السيناريو الإسرائيلي بخصوص أي دولة، يعني أمريكا قد تختلف مع نتنياهو ولكن لا تختلف على إسرائيل. هذه نقطة مهمة جدا، الكل يعني يرحب والكل فرحان على مدى تردي العلاقة بين نتنياهو وبايدن، يعني هذه علاقة شخصية، قد يختلف مع نتنياهو بايدن ولكن أمريكا بمجملها لا تختلف على إسرائيل وتوفير الحماية الدولية لها. فبالتالي هذا يعتمد على ما هو قادم من خلال عمليات التطبيع. خلينا نكون صريحين، هناك دول كثيرة تطمع بالتطبيع مع دولة الاحتلال، ولكن كما أعلنت وفق شروطها اللي هو الاعتراف بدولة فلسطينية. في فرق ما بين الاعتراف بدولة وإقامة الدولة. فبالتالي هذا مرهون بالتطورات الأوضاع على الساحة، ربما بمتغيرات دولية عالمية. فلكن بقاء التصريحات في إطار الاعتراف بدولة فلسطينية كما ذكرت في هذه اللحظة سيحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة بكل ما في الكلمة من معنى. حتى أمريكا يعني للأسف اليوم تهدد أمريكا باستخدام حق النقد الفيتو أمام مشروع جزائري سيقدم لمجلس الأمن، يطالب إسرائيل بعدم اجتياح رفح ووقف الحرب. فبالتالي أمريكا حتى اللحظة تزود دولة الاحتلال بالأسلحة، رغم ما يقال عن
خلافات حادة وجوهرية، لكن الكل في البيت الأبيض هو حقيقة. نعم. أمريكا كلها مرهوني بيد في هذه اللحظات، مرهوني وأقولها مرهوني بيد نتنياهو. نتنياهو يلعب على موال الانتخابات الأمريكية، يهدد بايدن إن تقدم مساعدات، سيعمل على إسقاطك من خلال أصوات اليهود، وترامب يعني يشجع على إعطاء أصوات اليهود إن دعم دولة الاحتلال. فبالتالي كل أمريكا مرهونة لدولة الاحتلال وتحديدا لهذا الشخص. نعم. بنيامين نتنياهو. سأعود إليك بسؤال أخير بعد قليل أستاذ معين، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. من جديد إليك دكتور إبراهيم أبو جابر، يعني رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية عرض شروط المقاومة لعقد صفقة التبادل مع الاحتلال، وقال إنهم لن يرضوا بأقل من وقف كامل للعدوان وانسحاب الاحتلال خارج قطاع غزة ورفع الحصار وتوفير مأوى للنازحين. السؤال هنا، لماذا لا تدعم واشنطن هذه الشروط في ظل حديثها عن مساعيها الحثيثة من أجل وقف الأزمة ونزع فتيلها؟ نعم، هم أصلا الولايات المتحدة لو أرادت وقف إطلاق النار ووقف الحرب لا أوقفته يعني، لكن الولايات المتحدة هي شريكة في العدوان على قطاع غزة، شريكة عملية يعني فعلية، لأنه قالت يعني صرحوا بلينكين وغير بلينكين، هذا ليش أحكي أي وصف آخر جارح يعني على الشاشة، الذي يأتي إلى الشرق الأوسط فقط كما يبدو ليوقع على مشاريع يعني قتل جديد على ما يبدو للفلسطينيين في قطاع غزة. كلما جاء كلما انتكب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعني هناك من يرى أنه ما حصل في قطاع غزة هي نكبة ثانية للشعب الفلسطيني بكل معنى الكلمة. فالولايات المتحدة غير صادقة، إذا قالت الشيء أعرف تماما أنها تقصد عكسه، وهذا يعني منذ الأيام الأولى الكل عول على أن الولايات المتحدة لن تسمح للكيان الإسرائيلي بالاستمرار في القتل وفي العدوان هنا في قطاع غزة، لكن لاحظنا أنه بالعكس يعني واقف معها بالباع والذراع. نعم. ولن توقف الولايات المتحدة دعمها للطرف الإسرائيلي إلا بعد أن ينتهوا من محافظة رفح في الآخر. فإذا القضية هي قضية عدوان مشترك بين الولايات المتحدة وبين الطرف الإسرائيلي، وكما قال نتنياهو ماذا تريدون؟ إذا أوقفنا القتال إذا إسرائيل خسرت الحرب، خسرت هذه الدولة، هكذا هو يحسبها يعني. ومن الطرف الآخر الفلسطينيين أيضا لديهم الحق في الخوف فيما قد يعني يصل إليه هذا العدوان إذا ما توغل الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح. فالمعادلة جدا صعبة، وكما يبدو فالطرف الإسرائيلي لن يتراجع إلا بعد أن ينتهي من مشروعه. نعم. الجاهز في مدينة رفح. أستاذ بشار، الإدارة الأمريكية وفي تصريحات متعددة لمسؤولين فيها قالت إنها حريصة على نزع فتيل الأزمة، يعني ألا يتعارض ويتناقض هذا مع حديث صحيفة وول ستريت جورنال وقولها إن أمريكا تعتزم إرسال أسلحة للاحتلال رغم سعي واشنطن لوقف إطلاق النار؟ كيف تقرأ هذا التذبذب والتناقض في المواقف الأمريكية الرسمية؟ هو فقط شكل من أشكال الخلاف الشخصي والخلاف الإداري بين بايدن نتنياهو وبين الإدارة الديمقراطية مع الحكومة اليمينية الأشد تطرفا. أما من حيث المضمون لا تقبل أمريكا، وأعلن بلينكين أنه لا يمكن السماح لأن تظهر حماس منتصرة، قال أن هذا لا يرضيه ولا يرضي أطراف أخرى في المنطقة ولا يرضي الكيان الصهيوني. هذه الصورة الحقيقية. أمريكا تدرك وتوافق على ما تطرحه إسرائيل بأنها لا تقبل أن تكون مهزومة، لأن وقف إطلاق النار يعني الهزيمة. وقف إطلاق النار يعني أن المشروع الصهيوني مستمر في تعثره وبشكل متسارع جدا، هذا لا تقبله الإدارة الأمريكية ولا تريده، هي تريد أن تدير الموضوع، تريد أن تشكل بعض الإصلاحات للموقف الانتخابي فقط في الإدارة الأمريكية، لأن هناك ضغوط حقيقية من الناخب الديمقراطي على بايدن. أما الحقيقة فموقف الإدارة الأمريكية أنها منذ اللحظة الأولى عندما تجاوز بايدن كل خلافاته مع نتنياهو وجاء إلى المنطقة ليعطي المظلة الكاملة
لجرائم الصهيونية لا بل ويدعمها ويتبنى الرواية ويضغط على العالم كله ويهدد العالم بأنه يجب على كل العالم أن يتهم حماس بأنها داعش وبأنها إرهابية إلى آخره. كل هذا الجنون الذي مارسته الإدارة الأمريكية والذي طبقته الحكومة الصهيونية وجيشها المجرم النازي، كل هذا من أجل أن يمسحوا الأثر الناجم عن 7 أكتوبر، وسيستمرون بذلك. وأنا أقول لك حتى لو لا قدر الله دخل الجيش الصهيوني إلى رفح وعاث فيها فسادا كما فعل في مناطق أخرى، فإن هذه المنازلة التي ابتدأها بشكل إجرامي وظالم لن تنتهي بدخول رفح، وإنما ستستمر بما يمكن أن يصل إلى حالة صورة النصر، والتي واضح أن الكيان الصهيوني غير قادر على أن يصل إليها على الإطلاق. الأزمة معقدة والصورة تبدو أكثر تعقيدا إلى الأمام إلا إن تحولت الضغوط. وأنا أتفق مع الضيف الكريم عندما قال أن الذي يملك الضغط على الإدارة الصهيونية في وقت إطلاق النار هي أمريكا، لكن أمريكا لا تريد ذلك، لا بل مستمرة في دعم هذه الحرب باستمرار. أستاذ معين شديد، هل حديث بايدن عن حل الدولتين يأتي في سياق تخفيف مثلا وتيرة الدعم المطلق للاحتلال؟ هل هذا ممكن؟ حقيقة يعني أنا أعتبر كل ما يتم الحديث عنه في اليوم التالي للحرب هو ذر النغمات في العيون، يعني هو بمثابة استمر يا دولة الاحتلال في الحرب ضد غزة. لا أدري كيف يتحدثون عن مرحلة ما بعد حماس، بعد 7 أكتوبر، والأمور لم تنتهي بعد، فهي تصريح وممر لدولة الاحتلال من أجل استمرار عمليات القتل والتدمير وربما التهجير. ولا أستبعد هذا السيناريو حقيقة، أنا شخصيا لا أستبعده، سواء كان طوعي كما يتمنون أو إجباري كما يخططون. فبالتالي الحديث عن حل الدولتين حتى اللحظة هو فقط في خدمة دولة الاحتلال، ومن أجل التخفيف من ردود الفعل سواء الرسمية العربية أو الدولية أو حتى ردود الفعل الشعبية في كافة دول العالم. شاهدنا هذه التظاهرات الضخمة التي شارك فيها عشرات الملايين، فبالتالي هي محاولة أمريكية لتوفير نوع من شبكة الأمان لحكومة لدولة الاحتلال، وإن اختلفوا مع نتنياهو كما ذكرنا سابقا. من يريد تحقيق حل الدولتين كافة دول العالم غالبيتها وبعد 7 أكتوبر تطالب بحل الدولتين، فلتكن دولة واحدة بالإعلان عن اعترافها. حتى اللحظة لم نجد دولة واحدة منذ 7 أكتوبر تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة ولو على حدود 7 حزيران عام 67. فبالتالي اعتبر ذلك كله كلام إعلامي وللاستهلاك وللتخفيف من الضغوطات التي تتعرض لها سواء الإدارة الأمريكية على مواقفها وصلت الفكرة لدولة الاحتلال أو لنتنياهو شخصيا. من طولي كرم الصحفي الفلسطيني معين شديد، شكرا جزيلا لك. وأتوجه إليك بسؤالي الأخير الآن دكتور إبراهيم، يعني ما أثر الموقف المتناقض من قبل الإدارة الأمريكية على حل الأزمة المتواصلة في قطاع غزة؟ أخي الكريم، فقط فيما يتعلق بموضوع الدولة الفلسطينية، يعني حوالي 139 دولة من الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفوا بدولة فلسطين. دولة فلسطين نظريا موجودة لكن تحتاج إلى التطبيق العملي. فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية صادقة لتأمر بتفكيك المستوطنات، لتأمر بإعادة هؤلاء المجرمين المستوطنين المتوحشين الذين يعيثون في الأرض فسادا في الضفة الغربية ضد الناس ومزارعهم وممتلكاتهم وسياراتهم وما إلى ذلك، فلتعمل ذلك، فلتأمر الطرف الإسرائيلي بأن يسحب كل ما لديه في الضفة الغربية. لكن أخي الكريم هي ليست صادقة. الطرف الأمريكي بيلعب على عامل الوقت على أساس أن يصبح عدد المستوطنين في الضفة الغربية أكثر من الفلسطينيين، عندها ستحسم القضية. وإذا جاء ترامب إلى الحكم هذا العام طبعا سيتسلم السلطة العام القادم، فإنه قد يطبق ما جاء في صفقة القرن
وهو ضم الضفة الغربية مدنيا للطرف الإسرائيلي. أمريكا من يعني هناك تقاطع للمصالح بين الطرف الإسرائيلي والطرف الأمريكي، أولها العامل الديني، العامل العقائدي، ولا أريد أن أتوسع في ذلك، الكل يعرف ماذا أقصد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الأمريكان يروا بأن الطرف الإسرائيلي هو شرطي لهم في المنطقة، يحمي مصالحهم في هذه المنطقة، إضافة إلى أن أمريكا لا تخشى العالم العربي ولا الأنظمة العربية، وإنما كما نلاحظ لم تقطع العلاقات بينها وبين الأنظمة العربية، بل الأنظمة العربية لم تقطع علاقاتها مع تل أبيب. وبالتالي العالم العربي مثل اللي خايف يعني من وحش أو شيء من هذا النوع، يعني قرارهم ليس بأيديهم. أنا أوجه اللوم للأنظمة العربية، لا أوجه اللوم لتل أبيب، أوجه اللوم للعواصم العربية من خليجها إلى محيطها. نعم، وصلت الفكرة دكتور إبراهيم أبو جابر. بعجالة لو سمحت أستاذ بشار، لأن الوقت أدركنا، يعني بحسب تقرير مسرب من الخارجية الأمريكية للبيت الأبيض، فإن صورة سفارات أمريكا في الشرق الأوسط على وجه التحديد أصبحت صورة مسمومة وسامة على حد وصفهم بسبب سياسة بايدن. هل يتراجع بايدن عن سياسة الدعم المفتوحة والمطلقة للاحتلال الصهيوني بحسب توقعاتكم؟ لا يمكن لأي رئيس أمريكي أن يتراجع عن دعم هذا المشروع، المشروع الغربي، المشروع الأمريكي، لأن هذا هو مشروع لهم، لا يمكن أن يتخلوا عنه، لا يمكن أن يتراجعوا عن دعمه مهما كانت التضحيات. وهذا شكل من أشكال الحماقة الأمريكية. الحماقة الأمريكية رأيناها في العراق، ورأيناها بعد ذلك في أفغانستان. لم تتعلم ولم تتعلم الإدارة الأمريكية فائض القوة الذي لدى أمريكا وتفردها في قيادة العالم، أقنعها بأنها تستطيع أن تفعل ما تريد وما تراه وما تشاء أن يكون، ولكن في كل مرة تتعرض إلى انتكاسة وتتعرض إلى خسارة. هذه المرة في تقديري أن خسارتها ستتحول من خسارة في موقف الشعوب ضدها إلى خسارة في الواقع الأمريكي الداخلي، وإلى تفكك في المنظومة الأمريكية. أنا أتوقع أن تنشأ بعد هذه الانتخابات وربما في الدورة القادمة أحزاب جديدة في الإدارة الأمريكية تنهي سيطرة الحزبين. يعني هناك كلام كثير. بالخلاصة، أمريكا ملتزمة مع هذا الوحش المسمى الكيان الصهيوني، وستبقى معه حتى تسقط هي وهو معا إن شاء الله. من إسطنبول، عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني أستاذ بشار شلبي، شكرا جزيلا لك. وضيفي من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور إبراهيم أبو جابر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه التغطية المستدامة والمتواصلة والمستمرة من خلال هواء الرافدين ما بقيت هذه الحرب الظالمة، والأمل، كل الأمل، أن ينصر الله غزة وأن يعجل لها بالفرج التام والخلاص. إنه على ذلك قدير وعلى الأسباب قادر. مشاهدينا، وصلنا إلى الختام. دائما وأبدا ظلوا في عناية الله ولغزة الله.